السلام عليكم، كان معكم الفارسي الحبيب مول الغرس، تنبيع ونشرف هذا الشيء ديال الغرس. والحمد لله هذا الشيء مزيان، ولكن مع وقت الشتاء وصافي ما درت القضيه شي شويه عيانه. والبيع والشراء صافي، انسان يجمع هذاك الشيء مع الصبر وصافي. ما جيتي تحسب والو غير تنبدل الفلوس بالاخرين وصافي. انما الشتاء اللي كتعاون الفلاح الحمد لله، هذا الشيء ديال الله سبحانه وتعالى، ما عندنا ما نقولوا، ما عندنا ما نديروا. واش شويه وصافي. الفلاح دروك راه الغرس دابا كل شيء واق. مشيتي للرحبه ديال الفهم كتلقى البقره دروك اللي كتساوي 10000 درهم هبطت 4000 درهم. اييه الغلم كاع ما بغاش النعجه بولادها ب 9000 ريال، كاين 400 درهم حتى 500 درهم كاع الا كانت النعجه باقي صغيره. هذا الشيء اللي كاين، ولكن هذاك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى، ما عندنا احنا ما عندنا ما نديرو. اللي دار الله ان شاء الله كل شيء بخير الحمد لله، ما عندنا ما نديرو. وان شاء الله كنتمنى هذاك الشيء اللي عند الله كل شيء قريب. احنا ما عندنا لا الشتاء لا والو، ما عارفين كاع اش خاصنا، واش الشتاء ولا العمر ولا الشمس. والغرس شتي الغرس قضية ديال الغرس غير كتبدل الفلوس بالاخرين، ما بغيناش نقعدوا صافي. تخوي البلاصه ديالك ويجي الناس تيسولوا عليك وصافي. ما قضية زعما الا جيتي تحقق المازوت درك، راه انا درك شخصيا راه 600 درهم الي لوتر ديال المازوت ما يحيدهاش لك الطبيب. من اوريكا؟ من اوريكا. مراكش كتخرج من مراكش 35 كيلومتر، وتم جا كدوز. انا كتخرج من نهار الجمعه كدوز سيدي السبت والحد هنا وتروح ثاني للدار. والسير خلي عليك السير، هذا الشيء راه مازوت، هذا الشيء كنخرجوا من الشكمه، ما كاين ما فيه لا الماكله لا الشراب. وخلي عليك كتاكل واحد 200 درهم ولا في الماكله ديالك والمصاريف ديال الطريق لا 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 بحال بحال. كان عندنا الماء في الواد، ولكن دروك كحل الواد من هنا شف الواد صافي حتى البيار تيولي ناقصين الماء. في هذاك الشيء اللي فيه قليل، ولكن ما كفاش. عرفتي شحال ديال البيار الا جمعتي هذاك الماء اللي تيطلع من البيار راه غادي يولي الساقيه ديال الماء، ولكن هذاك الشيء قليل. شي شويه شي شويه اللي كاين دابا. الناس الشتا اللي كتزعمهم، الناس اللي الشتا اللي كتزعم الناس ما كايناش. دابا حنا هاد النواحي كلشي راه البلاصه اللي فيها الماء راه الناس تيتقدوا شي شويه. الناس اللي تيمعولوا على الشتا تيزرعوا عاد يحرطوا، ما دار والو هاد العام. ها الزيتون دروك، الزيتون راه من 15 درهم حتى 6 درهم 7 درهم، وكطلع لك على عامين ديال المصاريف. ما بغى احد، ما بغى احد. دابا انسان تيقول لك شحال الزيتون، كتقول لي 6 درهم، تيدخل تيصحابو كاين شي حاجه ماشي عارخة، تيقول واقيلا الزيتون ماشي هو هذاك ولا ما عرف. وانت غير الزيار بغيت غير تبيع غير تبدل الفلوس كما قلنا، نبدل الفلوس بالاخرين وصافي. وتنديروا كل شيء، الورد جميع هذاك الانواع ديال الورد، الزيتون من الحواميد، الليمون، كل شيء كندير هذاك الشيء. انسان تيخلط شتي حالات ديال البيع والشراء خاص يتوفر عندك كل شيء، اللي جا شي حاجه تلقى عندك. فهادشي ديال الغرس هاد العام بعدا تيبان لي ما حتى حاجه ما كتخرج. كلشي كلشي من الزيتون الحواميض الخروب كلشي. هاد الخروب هاد العام اللي راه داير الثمن، ولكن راه قليل والناس ما زعمش. ها الخروب هادوك ب 100 درهم راه من القمه مقريفي هذيك كارانتي. تقول لي انسان 100 درهم راه الثمن النعجه هذيك، يبيع النعجه يشري خروبه يدير بالناقص. وما عندوش الماء باش يسقيها، ما عندوش. واخا كاع يكون عنده الماء راه بزاف، راه الفلوس راه كلشي. اللي عنده شي حاجه راه حرص عليها وصافي، خايف اش تجيب له وقت.
الشتا اللي كتزعمي الانسان يخرج الفلوس ويبدل الفلوس بالاخرين ويبيع ويشري ما كايناش. خاص الله يرحمنا، الله يرحمنا من عنده باش كلشي هادشي يتحل ان شاء الله كلشي. ارزا عام دار كورونا قلنا كورونا اللي دارت الازمه، وهادشي جا من عند الله كثر من كورونا. الله يحفظ وصافي هادشي ديال الله سبحانه وتعالى. والله سيدي ما عرفنا كاع اش خاصنا. الا كان الخير في هاد الشمس مرحبا، الا ما فيش الخير الله نطلب الله سبحانه وتعالى يفرج على جميع المسلمين. ما كانش شي دعم، الا بغيتي الدعم واه لي شحال خاصك طلعوا تهبط باش يدعمك البير. دابا شحال باش تيطلع البير هنا؟ راه تيطلع ب 4 الملايين، والبير ما تيحفروا غير اللي لاباس عليه. اللي مسكين اللي فقير ما عندوش البير، لا ما دار لا الشركه، داكشي كتفلحوا عادي في بلادك وكتخرجوا راسك وتبيعوا صافي وعيش الراي وصافي. الحاجه اللي عندك عندك، اللي ما عندكش كتقدم عند الاخرين وكتخرج للسواق وضايع في السواق وصافي. تصور طرف الخبز وصافي تقلب عليه. هذاك اللي لاباس عليه حيت هو عنده الامكانيات يقدر يحفر البير باش ما طلع، عنده الفلوس باش يفلح يدير حاجه اللي غتجيب ليه الثمن. بحال هذا الاخر اللي قلت لك 100 درهم فاش جاتو هو 100 درهم يشري حتى 200 و 300 جرعه، مسكين باش غادي يشريها؟ قول لي غير حفر البير نعطيك الغرس فابور والله ما يقد عليه. راه صعيبه القضيه. اييه المسكين فين ما دارت كترجع للمسكين صافي، هو المسكين هو اللي تهز الدقه وصافي. الرساله للناس واش اخويا اش غادي نقول لك؟ الله يفرج علينا وصافي. وما هادشي الله الا تيخلع، نقول لك الصراحه هادشي تيخلع. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.